بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. كيف يحصل المؤمن في كل يوم، أو كيف يزيد المؤمن في كل يوم ميراثه في الجنة أكثر من 1000 مليار كيلومتر مربع بلا مبالغة، ويمر على الصراط كالبرق يوم القيامة؟ صلاة الفجر في المسجد ربع ساعة اللي انت بتقضيها في الجامع في صلاة الفجر في المسجد تزيد من ميراثك يوميا أكثر من 1000 مليار كيلومتر مربع. هقول لحضراتكم الأدلة القاطعة على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من قام في ليلة ب10 آيات لم يكتب عند الله من الغافلين، ومن قام 100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. تعالوا نفسر الحديث ده. اللي بيكتب اللي بيقرا اللي بيقوم ب10 ايات ما كتبش من الغافلين. اللي بيقوم بيصلي اللي بيصلي ب100 ايه، يعني يقرا سوره الواقعه مثلا، أو يقرا سوره الاخلاص 30 مره في 7 8 دقائق بيكتب له قيام ليله. ويقوي هذا الحديث حديث الصحابه الامام الالباني: من قام في ليله ب100 ايه كتبت له بها قنوت ليله. قنوت ليله يعني قيام ليله. واللي بيصلي ب1000 ايه بيكتب من المقنطرين. من قام ب100 او 1000 ايه كتب من المقنطرين. ما هو القنطار؟ القنطار سأل معاذ بن جبل الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: ما القنطار يا رسول الله؟ قال: القنطار 1200 أقية، الأقية خير مما طلعت عليه الشمس. الأقية الواحدة خير مما طلعت عليه الشمس، يعني بيصلي ب 100 ألف آية بالليل، وال1000 آية دي ما تاخدش أكتر من ساعة ونص. لو أنت قرأت المفصل، يعني قرأت جزء تبارك وجزء الجزء 30، قرأت 1000 آية. بيكتب لك قنطار. القنطار ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن 1200 أقية، الأقية أفضل مما طلعت عليه الشمس، يعني أفضل من الكرة الأرضية كلها في المساحة. مساحة الكرة الأرضية نصف مليار و66 مليون كيلومتر مربع. يعني لما بيتكتب لك قطار بتاخد 1200، أكتر من 1200 قد الكرة الأرضية كلها. طب اضرب 1200 في نصف مليار و66 مليون، خليها 1000 بس. يبقى هو حق ما لا يقل عن 500 مليار كيلومتر. ده القنطار، ده قنطار واحد. انت لو صليت الفجر في الجامع، لو صليت الفجر في الجامع افضل من 3 قناطير مش قنطار واحد. اقول لكم دليل من السنه. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: لان اصلي الصبح في جماعه احب الي من ان اقيم ليله كامله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تقف تصلي، لما تقف لو شهادة صلاه الفجر في المسجد في جماعه افضل من انت تقف على رجليك طول الليل ما تنامش، تصلي بالقرآن ما تنامش طول الليل. طب سيدنا عثمان بن عفان كان بيقرأ القرآن كله، كان يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة في ركعة الوتر، والحديث صحيح صححه الإمام السائب. ثواب سيدنا عثمان في صلاة الفجر أفضل من ثواب قراءته للقرآن كله من الأول لآخره. قرأ القرآن فيه 6636 آية، يعني أكتر من 6 قناطير. ده قدرة الواحد منا لو صلى طول الليل واقف على رجليه من بعد العشاء لغايه الفجر هيصلي مثلا بنص القران، يعني كتب له 3 قناطير. القنطار بيزيد معناه انه بيزيد في مساحتك في الجنه. القنطار بيزيد في مساحتك في الجنه اكتر من 500 مليار كيلومتر. طب اضرب في 3 يعني 1500 مليار كيلومتر، لا خليها 1000 مليار كيلومتر، دي مبالغه. لان انت صليت الفجر في المسجد افضل من انت تقف او تفضل واقف على رجليك طول الليل تقرا 10 اجزاء او 15 جزء. ما فيش حد بيقدر يقرا القران كله زي ما سيدنا عثمان بن عفان كان بيعمل. لكن ثواب سيدنا عثمان في صلاه الفجر في الربع ساعه بتاعت صلاه الفجر، او طبعا هم كانوا بيطولوا، افضل من قراءته القران كله من الاول لاخره. هو ما كانش بينام ولا لحظه، بيخدم القران كله من الاول لاخره. شوف انت بتخسر قد ايه. يبقى انت بتخسر كل يوم في ميراثك في الجنه اكتر من 1000 مليار كيلومتر مربع. طبعا مفيش انسان عاقل يعلم هذا الثواب العظيم ويضيعه. لان صلاه الفجر في المسجد افضل من انت تقيم ليله كامله، او تقرا او تاخد 3 4 قناطير، او تقرا 3 4000 ايه، او تفضل توقف طول الليل على رجليك ما تنامش ولا لحظه وتقرا 10 اجزاء و15 جزء. شوف الثواب، شوف الثواب، شوف طبعا خلي بالكم ال 1000 مليار كيلومتر مربع دول مليانين قصور، مليانين حور عين، مليانين ولدان مخلدين، مليانين انهار، مليانين شجر، مليانين ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ده مش كده وبس، ده انت بتضيع النور العظيم اللي هتمر عليك كالبرق او كلمح البصر. شوف الحديث ده حديث لا يقل عن درجه الحسن.
بشر المشائين في الظلم، اللي هي صلاة الفجر وصلاة العشاء، بالنور التام يوم القيامة. في رواية أخرى بشر المشائين في الظلم بالنور العظيم يوم القيامة. يبقى إذا اللي بيحافظ على صلاة الفجر كل يوم بما معناه نور عظيم يمر كالبرق، يعدي على البرق على الصراط، الصراط بيضرب على متن جهنم، هو أدق من الشعر أو حد من السيف، هتمشي عليه وأنت حافي وعاري، وتحتيك جهنم مظلمة شديدة الظلمة، وحوالين الصراط في كلاليب، في قنابل بتنفجر من حوالين الصراط من الناحيتين، بتخمش الناس وتلسعهم وتطيح بهم من فوق الصراط. أمان عشان تعدي على البرق، تعدي زي بسرعة البرق على الصراط، لازم تكون محافظ على الفجر كل يوم. بتديك ربنا بيديك نور عظيم تعدي كالبرق او كلاح في البصر. الناس على الصراط على ثلاثه اصناف. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ناج مرسل او مار مخدوش او هاون في نار جهنم. ناج مرسل ده اللي بيصلي الفجر كل يوم في الجامع، فمعاه نور عظيم فبيعدي كالبرق او كلاح في البصر، بينجو بكل الكلاليب دي مفيش حاجه بطوله. او مار مخدوش، مار مخدوش ده بيستخف في صلاه الفجر كلهم لا يلبي الاذان، فيلسع ويخمش في جميع انحاء الجسد، اما انه يصل الى الجنه متاخرا ويكون في ادنى درجات الجنه لانه معاه نور ضعيف، ضايع نور الفجر صلاه على الفجر، يمشي يترنح على الصراط، او يكون من الصنف الثالث وده الاحتمال الارجح اكبر، او هاوي في نار الجنه بالعوذ بالله. يقول لك انت ضيعت منك النور العظيم اللي انت هتخط بيه على الصراط، مصيبه كبيره جدا يوم القيامه. الصراط ده اصعب موقف يوم القيامه، اصعب موقف على الاطلاق، لذلك اقسم بالله العظيم قسما احاسب عليه يوم القيامه. اللي بيضيع صلاه الفجر كل يوم ما بيصليش في الجامع هندم اشد الندم على التفريط على كل صلاه فجر. وانت على الصراط لما تلاقي نفسك معاك نور ضعيف ومش عارف تمشي وضعت منك النور العظيم اللي هتخط بيك البرق او كلام البصر، وتخمش وتلسع وتبقى في محنه عظيمه جدا، هتندم على كل صلاه فجر ضيعتها. لما تخش الجنه وتلاقي نفسك خسرت، شوف انت اللي بيصلي فجر كل يوم في الجامع، شوف بقى لما كل يوم تزود في ميراثك في الجنه قد الكره الارضيه كلها 2000 مره او 3000 مره، شوف مساحتك في الجنه هتبقى قد ايه، شوف انت ضيعت قصور قد ايه وحور عين قد ايه وولدان مخلدين قد ايه. ضيعت منك عشرات الالوف او مئات الالوف، مئات الالوف من المليارات من الكيلومترات في الامريكا، يعني ضيعت منك حوالي 100000 200000 مليار كيلومتر مربع، يعني ضيعت منك ما قد ما يساوي كل الارض. لان المؤمن اللي هيوصل للفردوس الاعلى اللي بيحافظ على الخمس صلوات وحافظ على الفكر في الجامع هيكون له في ميراثه في الجنه قد مجره. تعرفين المجره دي مساحتها قد ايه؟ المجره فيها 100000 مليون مجموعه شمسيه، كل مجموعه شمسيه فيها 10 كواكب زي بتوعنا، كوكب الارض وكوكب نموت وكوكب اورانوس ونبتون وزحل والمريخ. ف انت هتضيع منك الثواب العظيم، هتضيع منك الميراث العظيم في الجنه، هتضيع منك الاف مئات الالوف من المليارات في الجنه في المساحه. كل المساحه دي فيها قصور وحور عين ضاعت منك، هتضيع منك النور العظيم اللي هتعدي عليك البرق على وهتمشي تترنح على الصراط، ويتقع وده الاحتمال الاكبر لانك ماشي تترنح حسرات اللي ده ادق من الشعر او حد من السيف. ما هو ناجي المرسل ده اللي بيعدي اللي معاه سوق اللي بيمشي هيعدي كالبرق، او مار مخدوش او هامو في او هامو في نار الجنه، يا اما هتكون مار مخدوش يا اما هتبقى هاو في نار الجنه والعياذ بالله. خساره فادحه جدا جدا بقى. فانا هكتب لكم الكلام ده كله تحت الفيديو، سخون شو مش هذا العلم في ثواب عظيم العلم علما لا اجر معامل يوم القيامه لا انكم ذلك من بين شمس وشوش تفعل الجرس واشرق القناه ليصلكم كل جديد وتساعدوني على شخص سنه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.